هذه 100 دولار استرالي قيمتها 352 ريال، وبشقها قدامكم. تدرون ليش ما انشقت؟ لأن استراليا حولت عملتها من ورقية إلى بلاستيكية. أفريقيا راح تتحد مع أوروبا والجزيرة العربية، يعني البحر الأحمر والأبيض راح يختفوا خلاص. تختصر وتعطينا الأسوأ على طول؟ كنت بفيد أوكي. أسوأ حادث، أسوأ حادث في تاريخ طيران تجاري وقع على أرض المطار. مفارقة غريبة جدا، كأنك تقول أسوأ حادث سفن صار في الميناء، أو أسوأ حادث بين قطارات صار في المحطة. كيف يعني مو حلو نسوي برنامج عن الجيولوجيا؟ أهلا بكم في برنامج جديد عن الشاهي، أنواعه وتاريخه ولماذا نشرب الشاهي. عارف ما يضحك، بس يا أخي أنا أحب الشاهي. كل واحد فينا عنده شغف. نعم؟ إيه نعم، كل واحد فينا عنده شغف، شغف حقيقي بشيء يحبه ويهتم، نوع من أنواع الفنون، هواية أو حتى حرفة يدوية، اهتمام علمي، جيولوجيا مثلا، أو قراءة فلسفية للتاريخ. تعرف تقرأ أنت؟ المهم كلنا باستثناء ده اللي جنبي إلا ما يكون عندنا موضوع دائماً نتكلم فيه، اللي صار معروف عند كل أصحابنا إن فلان متخصص في هالشيء. هذا هو الشغف، وإحنا اليوم بالتعاون مع مبادرة أرامكو السعودية لإثراء الشباب راح نثري محتوى اليوتيوب العربي. يلا أصنع برنامجك الخاص وسجله دحين في الموقع اللي ظاهر على الشاشة، وإن شاء الله حتحصل على الدعم اللازم لإنتاج ونشر برنامج. راح تحصل على فرصة تدريب واستشارة، وممكن تكون ضمن فريق أحد القنوات اليوتيوبية المشهورة. باختصار الفكرة عليك والباقي عليك.